بدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين من تل أبيب جولة في المنطقة، قادته أيضا إلى رام الله وستشمل الأردن ومصر، ويتركز محور البحث على سبل تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين وإعمار قطاع غزة. المسؤول الأمريكي جدد الدعم الأمريكي لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وأعلن أن بلاده ستسهم في جهود إعادة إعمار قطاع غزة، مشددا على ضرورة العمل على ضمان عدم استفادة حماس من المساعدات. فما هي النتائج المرتقبة من جولة بلينكين في المنطقة؟ ضيفنا من القاهرة أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية الدكتور طارق فهمي. دكتور طارق، أهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار. إذن وزير الخارجية الأمريكية للمرة الأولى منذ توليه منصبه في المنطقة، وتحديدا يعني تسريع هذه الزيارة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها غزة وإسرائيل، لكن كما تبعنا المواقف كثيرة وغالبيتها مواقف متفائلة. هل يمكن البناء دكتور على هذه الجولة، وفي مصلحة من تصب؟ هو بالتأكيد طبعا هي خطوة جيدة وخطوة يعني يمكن أن يبنى عليها أمريكيا، لكن تعلمي أن الإدارة الأمريكية لم تتحرك إلا بعد أن يعني أطلقت الصواريخ على إسرائيل بهذه الصورة، وبدأ مفهوم الردع والردع المقابل يتغير على الأرض، وبالتالي نحن أمام يعني تدخل أمريكي حاسم، جزء مباشر مرتبط بأمن إسرائيل. ويجب أن نتفهم هذا، أن التحرك الأمريكي السريع والمباشر برغم حالة التجاذب حول ما يجري في الشرق الأوسط وفي قضية الصراع العربي الإسرائيلي والمواجهة الأخيرة، مرتبط بأمن إسرائيل ما بين الديمقراطيين والجمهوريين. حدثي ولا حرج حضرتك بشأن التعامل مع الخطوة التالية، والخطوة التالية ربما ليست فقط محاولة زيارات يعني تمت، وزيارة وزير الخارجية الأمريكية أنا في تقديري زيارة استكشافية استطلاعية، ووجه من خلالها رسائل مباشرة لكل عاصمة سيزورها بطبيعة الحال. في إسرائيل كان معظم تركيز حديثه المباشر على موضوع الأمن الإسرائيلي إيران، فأنت تتوقفي هنا أمام إدارة أمريكية تريد أن تقول للشعب الإسرائيلي نحن معكم، وأن الأمن القومي الإسرائيلي مهم للغاية، وبالتالي أعطى لإسرائيل حق متابعة وملاحقة أي تهديدات موجهة لأمنها. وبطبيعة الحال هذا أمر يأتي في إطار دعم الأمريكي لإسرائيل، باعتبار أن إسرائيل قضية شأن داخلي أمريكي لا يوجد فيها تجاذب بين الديمقراطيين والجمهوريين. أنا أظن أن الإدارة الأمريكية ستسمع وتنصت يعني كثيرا قبل أن تطرح رؤى. ما طرحه وزير الخارجية الأمريكي في رام الله ليس جديدا، أنت تعلمي أن الإجراءات التي اتخذت خلال المائة يوم الأولى كانت مرتبطة بهم فتح القنصلية وضخ المساعدات للوكالة، وأيضا فتح مكتب نظام تحرير في واشنطن. فما أعلنه الوزير الأمريكي اليوم في رام الله ليس جديدا، وإنما هو تأكيد على مقاربة أن يكون هناك خيار وحل والمشاركة في إعمار قطاع غزة وغيرها من الأمور التي أطلقها الوزير الأمريكي. هناك حالة تفاؤل بطبيعة الحال، وتفاؤل مشوب بحذر في إمكانية الدخول في الخطوة التالية، والخطوة التالية هي الأهم. أنت أمام مرحلة تثبيت هدنة وإطالة أمدها، ثم الحديث عن مشروع إعمار، إعادة تهيئة الأجواء لاستئناف الاتصالات الفلسطينية الإسرائيلية وهل العربية. تحقيق ذلك دكتور فهمي يعني منذ اللحظة الأولى كان تحديد المحاور الرئيسية لهذه الزيارة، وكما أشرت حضرتك الآن تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار بالإضافة إلى إعادة أو إعمار قطاع غزة، هل تحقيق ذلك بأيدي الإدارة الأمريكية اليوم؟ يعني قولا واحدا هذا الأمر يحتاج إلى مراجعة لمجمل العلاقات الأمريكية العربية. هذه الإدارة الأمريكية عزفت عن ترشيح حتى هذه اللحظة اللي بتكلم فيها مع حضرتك عن تعيين مبعوث لعملية دائم للسلام في الشرق الأوسط، وعينت مبعوثين في سائر الملفات الأخرى. هي أجبرت جبرا على الدخول في المشهد الراهن، محاولة أن يكون لها دور. المهم هو ما هو ما بعد هذه الزيارة. هناك أفكار ومقترحات لم تتضح حتى الآن بالنسبة للإدارة الأمريكية، هل سيوافقوا على فكرة المؤتمر الدولي للسلام الذي دعا إليه
الرئيس محمود عباس وقيادته الدول العربية، هل سيعقد جولات استطلاعية في أحد العواصم العربية سواء القاهرة أو عمان؟ يعني كل هذه الأمور تأتي في إطار اكتشاف ما هو قادم. الإدارة الأمريكية حتى الآن لا تزال تقيم علاقتها بالإقليم، هي حتى الآن لم تحدد هل ستدعم اتفاقيات السلام العربية الإسرائيلية، هل هي في حاجة إلى الأطراف الإقليمية. لكن دكتور طارق، يعني حتى نوضح هذه النقطة، هذه الأولوية تحديدا في بيان الرئاسة الأمريكية تأكيد على مواصلة هذه الجهود لإعادة بناء العلاقات مع الفلسطينيين، كان في تأكيد على أنه ندعم الفلسطينيين بعد سنوات من الإهمال، ما المقصود بذلك وما شكل أيضا الدعم المنتظر من إدارة بايدن للسلطة الفلسطينية؟ يعني سيدتي، الدعم لابد أن يترجم هذه الأقوال إلى أفعال، وبالتالي الأفعال هي ترتبط بدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. لكن هناك إشكالية حقيقية مع من سيتعاملون في قطاع غزة. أنت تعلمي أن حماس إرهابية في المنظور الأمريكي، وبالتالي كيف ستتعامل الإدارة الأمريكية؟ هل بضخ المساعدات للسلطة الفلسطينية؟ حضرتك تعلمي أن الأمريكيين أوقفوا المساعدات منذ سنوات، سواء في الإدارة السابقة، حتى هذه الإدارة لم تتخذ حتى الآن إجراء لتقديم المساعدات، واكتفت للوكالة، لم تقدمها إلى مؤسسات السلطة الفلسطينية برغم علمها أنها في حاجة إلى هذا الأمر. وبالتالي ما أريد أن أقوله أنه لابد للإدارة الأمريكية إذا كانت صادقة فيهم توجهاتها وأن تخرج من حالة الإجبار ودخول المنطقة بعد أن تهددت أمن إسرائيل بهذه الصورة الغير مسبوقة، أعتقد يحتاج الأمر إلى مراجعة. الولايات المتحدة محتاجة إلى إجراءات وتدابير سياسية واستراتيجية وأمنية، العودة إلى الحلفاء الكبار زي مصر وزي السعودية وزي الأردن، هذه أطراف رئيسة في الإقليم عليها أن تقوم بها، بالإضافة إلى تجميع الأطراف الأخرى التي في حاجة إلى أن تدعم الموقف الأمريكي. الإدارة الأمريكية حينما أرادت أن توقف المواجهات لجأت إلى القاهرة بعد عدة أشهر من محاولة إقصاء القاهرة من المشهد، اليوم تعود إلى القاهرة بهذه الصورة، تعود إلى الدول العربية التي وقعت اتفاقيات سلام، وكان من المهم لهذه الإدارة أن تبارك وتساند هذه الخطوات في إطار محاولة فرض الاستقرار على الأطراف. هذا ما يجعل بلينكن أيضا يتابع زياراته دكتور طارق إلى مصر والأردن. هنا أسألك قبل ما ينتهي وقتنا، كيف يمكن أيضا الاستفادة من هذه الزيارة اليوم لجعل واشنطن تراجع أولوياتها في المنطقة؟ أعتقد أن التطورات العربية الإسرائيلية أهم في تقديري ولا تقل أهمية عن الملف الإيراني. أنت تعلمي أن الأمريكان دخلوا في مباحثات فيينا ولم ينجزوا شيء، وسندور في هذا عدة أشهر مقبلة. الأهم الآن هو استقرار الشرق الأوسط، العودة للأطراف الإقليمية الرئيسة لمحاولة أن يكون هناك استئناف للاتصالات العربية الإسرائيلية، محاولة أن يكون هناك رسالة للشعب الفلسطيني الذي تعرض أيضا أمنه للخطر. لم يتحدث وزير الخارجية الأمريكي عن أمن الشعب الفلسطيني. القضية الفلسطينية سيدتي ليست قضية إنسانية، هي قضية سياسية، وكما يطالبون بالإدارة أن تكون هناك بطبيعة الحال اهتمام أمريكي، عليهم أن يعودوا بطبيعة الحال إلى مراجعة العلاقات العربية الأمريكية. هناك مساحات كبيرة من التوافق، والحكومات العربية مرتبطة ارتباط بالإدارة الأمريكية، لكنها في النهاية تحتاج إلى ترجمة الأقوال إلى أفعال حقيقية، تهيئة الشعب الفلسطيني إلى خطوة جيدة. أبو مازن يعني أشار لنقطة في منتهى الذكاء للوزير الأمريكي، هو أنهم سيقوم بتشكيل حكومة وحدة وطنية وتوافق وطني وإصلاحات داخلية. هذا معناه أن الذرائع التي أطلقتها الإدارة الأمريكية في حق الشعب الفلسطيني غير قائمة. حتى مشكلة التعامل مع حماس وارد أن تحل، حماس ستدخل منظمة التحرير الفلسطينية، وبالتالي ستعترف بمجمل الاتفاقيات، وبالتالي لن تكون حركة إرهابية في المنظور الأمريكي. علينا أيضا نحن كدول عربية أن نعيد ترتيب أولوياتنا، لا نكون في موقف رد الفعل بالنسبة للإدارة الأمريكية، وعلينا أن نسمي مواقفنا العربية. نحتاج إلى مقاربة حقيقية لطبيعة العلاقات مع واشنطن في هذا التوقيت. شكرا جزيلا لمداخلة أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية الدكتور طارق فهمي، حدثنا من القاهرة.